والله صعبة جدا جدا لا يحتمله بشر. تعال شوف النار اللي جوا خنقتني وطلعت. هو صدري اصلا تعبان من الدخنة اللي جوا، وبنتي تعبان وعيان من الدخنة. وش واللي بشر علينا واللي ايش هذا الوقت ايش يعني؟ ظروفكم في الاجواء الشتاء هذه بالمرة هي غرقانة الغرفة كلها. كيف بتدبروا اموركم يعني؟ ايش هيك شايف على الواقع يعني الحياة صعبة جدا جدا جدا، ونتمنى ان نرجع لبيوتنا حتى لو خيمة على باب داري اهون ما نجي هنا. بيتنا وحياتنا هناك بلدي واستقراره افضل بكثير. ايش يعني كله رمل وقرف وفش مية وعذاب وكل ايش بصعوبة بيجي الحصول على الحاجات الاساسية. حتى صار صعب، حتى الاساسية صعبة جدا جدا ما بتتوفرش كمان. احنا اخريتنا 200 مش من اليهود، 200 من الـ الامراض وقلة الدواء والتغذية، وما فيش فلوس مع الواحد هيك شايف. لا حتى اللي بالمساعدة اللي بتيجي صعب جدا انها تصل للواحد. ومن يوم ما جينا يمكن مرتين وساعتين اللي وزعنا. شو رسالتك في هذا اليوم للعالم اللي تفرج على مأساة فلسطين؟ يعني يقفوا معانا موقف، يعني يطلعونا يشوفونا كلهم يقفوا مع بعض، مش بتطلعوا بتفرجوا على التلفزيونات وما حمش خبرنا. هم شايفين الواقع، شايفين على التلفزيونات وعلى الشاشات الدمار الشامل وترحيلنا من بيوتنا، والأطفال اللي ما فيش ملابس نلبسهم. أنا لفيت الدنيا في البلد إني ألاقي ترنج لأولاد ابني وبنتي، والله ما لقيت. يعني ما بنفعش، هذا حياة صعبة جدا جدا. لازم شوفوا حل على البدري قبل ما نخش في أجواء البرد القارص اللي هي الأربعينية واللي مش عارفة بعديها 50. بقول صعب جدا جدا، احنا لسه هوا ها بنتحمله. بكرة عندنا أطفال 3 شهور وست وسنة وسنتين ما بتحملوا. لا انخنقت والله، ما انا عارف لاقي علاج، رحت اتحكم اخذ علاج ما قال ما في شيء. صدري تعبان انا، وفي الليل تجينا القحه مش طبيعيه، وكل طاق 10 و20 الطاق 3 اضعاف. هذه خبتكم؟ اه 3 اضعاف الاسعار. طمين معايا، هاي كل اولادنا قاعدين لا بيشتغلوا ولا غيره. Thank you.